أقسم بالله العظيم أن أعمل على رعاية مصالح الشعب السوري رعاية كاملة. ليس على الصعيد الداخلي وحسب بل على الصعيد الخارجي أيضا، يجهد الائتلاف الوطني السوري في تطوير الأداء والمحافظة على رتم الثورة السورية في خطوة جديدة قام بها مكتب العلاقات الخارجية في الائتلاف. عين 4 سفراء لها في عواصم عالمية هامة هي برلين وواشنطن وباريس وبروكسل. طبعا اليوم كان حقيقة اجتماع رسمي بروتوكولي مع الممثلين الجدد، الـ4 ممثلين الجدد اللي تعينوا من قبل الائتلاف لعواصم ودول مهمة جدا. وطبعا بنتمنى أن تكون بداية لحقيقة لدول تانية فاعلة في الملف السوري، وربما الخيار تبعيتنا خيار المنشقين الدبلوماسيين المنشقين ربما يكون خيارا من أفضل الخيارات لحقيقة لتحريك العلاقات الخارجية للائتلاف وتعزيزها. فنحن نحاول أن نمكن وأن نعزز علاقات الائتلاف مع الدول الإقليمية ودول العالم، يعني لكسبها إلى أهداف الثورة والعمل ضمن المصالح المشتركة بيننا وبينهم. الجلسة التي أعلن فيها رئيس الائتلاف تعيين السفراء أدلى السفراء فيها قسم التعيين متعاهدين على حفظ مصلحة الثورة ورعاية مصلحة السوريين، وفيما يجهد الائتلاف أثناء اختياره ممثليه على الخبرات الدبلوماسية المنشقة عن نظام الأسد والتي هي خبرات سورية، يجهد أيضا في الارتكاز على الإمكانات الشابة والإمكانات القادرة على نقل صورة الحراك الثوري والمالكة لعلاقات واسعة في الدول المتواجدة بها. نحن مجتمعون هنا اليوم كي نرحب بكم رسميا في مؤسستكم، مؤسسة الثورة الائتلاف، التي ستمثلونها لدى أهم العواصم التي لديها تأثير كبير ومباشر على قضيتنا. نحن على وعي تام بأن مهمة التمثيل هذه هي مهمة جلل، خاصة أنها تأتي في ظروف دولية صعبة لا يحظى فيها الائتلاف بنفس الدعم السياسي والمادي الذي كان يملكه عند تشكيله في تشرين الثاني عام 2012. الخطوة التي قام بها الائتلاف في تعيين سفراء الدول الأربع وبحسب مسؤولين فيه سيتبعها خطوات أخرى في دول أخرى، خطوات يرتجى منها إيصال صوت السوريين إلى كل الدول ورعاية حال السوريين المتواجدين بها. وأن أكون وفيا للثورة وألتزم بنظام الائتلاف وسياساته وقراراته، وأن أحافظ على أسراره، وأن أؤدي مهمتي بكل أمانة وصدق وإخلاص، والله على ما أقول شهيد.